بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العارية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فبدأ المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب وهو باب العارية. وقد ذكروا أن العارية تنطق بالتخفيف والتشديد للياء، فيصح أن تقول العارية ويصح أن تقول العارية، فالوجهان كلاهما صحيح. وقد أورد المصنف هذا الباب بعد باب السبق لمناسبة، وهو أن هذا الباب فيه معنى التبرع، كما أن باب السبق فيه معنى البذل من أحد المتسابقين أو من أجنبي. وقول المصنف باب العارية، المقصود ليس العقد، وإنما المقصود بالعارية إنما هي العين المعارة، وأما العقد فهو الإعارة. ولذا فإنه لما عرفها قال وهي، فلا يقصد به العارية وإنما يقصد الإعارة. وقبل أن نتكلم عن التعريف الذي أورده المصنف، لا بد أن نعرف أن العارية لا تصح إلا بأربعة شروط أوردها أهل العلم، وهذه الشروط بثها المصنف في كلامه ولم يميزها. أول هذه الشروط أنه لا بد أن تكون العين المعارة منتفعا بها مع بقاء أجزائها، والشرط الثاني أنه لا بد أن يكون نفع هذه العين نفعا مباحا، والشرط الثالث أنه لا بد أن يكون المعير أهلا للتبرع، وهذا الشرط لم يذكره المصنف لظهوره وبيانه، لأنها من عقود التبرعات، فلا بد أن يكون المعير أهلا للتبرع. والشرط الرابع أن يكون المستعير أهلا للانتفاع بالعين المعارة، وهذه سيشير لها المصنف إن شاء الله في كلامه من غير نص عليها. وبناء على ذلك فهذه هي الشروط الأربعة ولا يزاد عليها، فلا يلزم أن تكون العين المعارة معينة، ولا يلزم تعيين النفع من العين المعارة كما نص عليه الموفق وغيره. نعم. وهي إباحة نفع عين تبقى مع استيفائه. قول المصنف وهي أي عقد الإعارة لا العارية، لأن العارية هي العين المعارة، ففي كلامه نوع التفات حينما قال وهي أي العقد الذي تصبح به العين عارية. قال وهي إباحة نفع عين تبقى مع استيفائه. نأخذ هذه الجملة كلمة كلمة. أول جملة فيها أو أول كلمة في هذه الجملة هي قول المصنف هي إباحة، مقصوده بأنها إباحة أي أنها بذل للمنفعة من غير عوض. وعندنا مسألتان أو أمران يكون فيهما بذل للمنفعة من غير عوض، وهو إباحة المنفعة وهبة المنفعة. وقد ذكر الموفق أن العارية فيها هبة للمنافع، ورد ذلك جمع من محقق المذهب ومنهم الشيخ منصور في حاشيته على المنتهى، وقال الصحيح أن العارية ليست هبة للمنفعة وإنما هي إباحة للمنفعة. قال لأنها لو كانت هبة لجاز الانتفاع بها من جميع الأوجه، ونحن سيأتي من كلام المصنف أنه لا يجوز إعارة العارية ولا تأجيرها، فدل على أنها إباحة للمنفعة وليست هبة للمنفعة، خلافا لما ذكره الموفق وغيره. إذن فتعبير المصنف بالإباحة هذا هو على الصحيح المذهب كما قاله منصور في حاشية المنتهى، لأنها ليست هبة للمنافع خلافا لما ذكره الموفق. الأمر الثاني قال إباحة نفع عين، قوله النفع يدلنا على أن المعقود عليه في عقد الإعارة إنما هو المنفعة دون العين، وبناء عليه فلو أنه عقد على أجزاء العين فإنه لا يكون عارية وإنما يكون هبة للعين أو يكون قرضا أو غير ذلك من الأمور المحكومة في محلها. وقوله يرحمكم الله، وقوله نفع عين تبقى مع استيفائه، الضمير يعود مع استيفائه أي مع استيفاء المنفعة، وهذا هو الشرط الأول الذي ذكرت لكم في شروط العقد العارية،
وهو أنه لا بد أن تكون العين منتفعا بها مع بقاء أجزائها، وذلك قال نفع عين تبقى مع استيفائه، أي مع استيفاء المنفعة. وينبني على ذلك أمران: الأمر الأول أن كل عين لا ينتفع بها إلا بتلف العين، فإن بذلها على سبيل الإعارة لا يسمى إعارة، ولكن ماذا يسمى؟ المشهور من المذهب أنه من بذلها على سبيل الإعارة فإنها تكون قرضا، فيكون قرضا، هذا هو مشهور المذهب، فتنقلب قرضا وإن سماها عارية، مثل أن يعير شخصا آخر طعاما وإن سماه إعارة فإنه يكون قرضا، إذ العبرة بالمقاصد. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية معنا أن هذا الشرط، وهو أنه لا بد أن تكون العين منتفعا بها مع بقاء أجزائها، شرط أغلبي، يستثنى من ذلك شيء واحد، وهذا الشيء نص الحارثي وغيره ووافقه عليه صاحب الإنصاف أنه مستثنى، وهو إعارة المنيحة، وقد ثبت الفضل في إعارة المنيحة كالشاة من الغنم والمعز، أو المعز تعار لأجل لبنها، وقد ورد النص بجوازه وفضله، وهنا أعيرت العين لأجل أجزائها وهو اللبن، فالمستثنى من هذا الشرط إنما هو شيء واحد فقط، وهو منيحة الغنم وما في معناها كمنيحة الإبل أو البقر وغيرها. نعم. قال رحمه الله: وتباح إعارة كل ذي نفع مباح. طيب، قول المصنف أولا تباح الإعارة، هذا يدلنا على الحكم التكليفي للعارية، وأنها مباحة، والعلماء عادة يطلقون لفظ الإباحة باستخدامين: الاستخدام الأول لقسمة ثلاثية، بمعنى أنه يكون واجبا ومحرما ومباحا، وهو المراد هنا، والاستخدام الثاني يطلقونه في مقابل، أو يستخدمونها في لقسمة خماسية، وهو الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه. فهنا عندما قال المصنف إنه مباح، أي أنه ليس بواجب ولا بمحرم، وهذا الاستخدام شائع عند الفقهاء، أنهم يطلقون المباح أحيانا كقسم من ثلاثة أقسام فيدخل فيه المندوب والمكروه، وأحيانا يطلقونه على تفصيل فيكون قسما من خمسة. وقلت ذلك لما؟ لأن المعتمد عند الفقهاء والأدلة التي تدل عليه أن الإعارة مستحبة، وقلنا إنها مستحبة لورود الأمر بها في الكتاب والسنة، فقد جاء في تفسير قول الله عز وجل ويمنعون الماعون في أحد التفسيرات أن المراد بمنع الماعون منع إعارته إذا طلب واحتيج إليه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن قول المصنف تباح الإعارة يدلنا على أن هذه الإعارة مباحة في الابتداء ومباحة في الاستدامة معا، والإباحة في الاستدامة يدلنا على أن العقد عقد جائز، فعقد الإعارة عقد جائز وليس بلازم، فيجوز للرجوع فيجوز للمعير الرجوع فيه إلا فيما استثني، وهو إذا كان فيه ضرر على المستعير، وسيأتي في كلام المصنف. نعم، يقول الشيخ: وتباح إعارة كل ذي نفع مباح، هذا هو الشرط الثاني، وهو أنه لا بد أن تكون المنفعة فيها نفع مباح، وهذا هو الشرط الثاني من شروط العارية. طيب، قول المصنف كل إعارة كل ذي نفع مباح، قوله مباح، قالوا إن كلمة مباح تعود لكلا الجزئين، تعود للمضاف وللمضاف إليه، فتعود للنفع وتعود للعين المشتملة عليه، وهي قوله ذو أو ذي، هنا قال كل ذي، وبناء عليه فلا بد أن تكون العين مباحة العين، وأن تكون منفعتها مباحة، إذ قد تكون العين مباحة لكن منفعتها محرمة، مثل من أعار شيئا لفعل محرم، فحينئذ نقول إن العقد ممنوع. وقد يكون العكس، كأن تكون المنفعة مباحة لكن العين محرم، مثل خمر الذمي، فإنه لا يصح إعارتها للذمي أو بذلها له ابتداء. نعم. إلا البضع. نعم، قال إلا البضع، المراد بقوله إلا البضع أي لا يجوز إعارة البضع،
لأن البضع لا ينتفع منه إلا بالوطء، والوطء لا يستباح إلا إما بعقد أو ملك، وهو عقد النكاح أو التملك للأمة، وكلاهما غير موجود، فحينئذ لا يجوز الإعارة لهذه المنفعة. فقوله إلا البضع معناه أن البضع منفعة مباحة، لكن لا يجوز إعارته، لأنه لا يجوز استيفاؤه بالإعارة، وإنما يستوفى بعقد نكاح أو بعقد ملك. وعبدا مسلما لكافر. نعم، قال وعبدا مسلما لكافر، هذا هو الشرط الرابع، لأني قلت لكم إن الثالث لم يرده المصنف، وإنما الرابع هذا والجملة التي قبله، وهو أننا نقول إن المستعير من شرطه أن يكون أهلا للانتفاع بالعين المعارة، فالمستعير للبضع ليس أهلا لأن يطأ، فحينئذ لا ينتفع به، فلا يصح عقد الإعارة. وكذلك المسلم إذا أعير، أي العبد المسلم إذا أعير لكافر، فإن الله عز وجل لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي علوا ورفعة وأمرا، وفي ذلك علو له، فحينئذ لا يصح. وهذا هو الشرط الذي أورد صاحب المنتهى بالصيغة التي أوردت لكم قبل قليل. طيب، عندنا هنا تفصيل في هذه المسألة، وهو قول المصنف عبدا مسلما لكافر. إطلاق المصنف هنا فيه نظر، وإنما نقول إن إعارة العبد المسلم للكافر إن كان لأجل الخدمة فإنه لا يصح، ولذلك فإنه يعتق عليه، وإن كان لأجل عمل في الذمة فإنه يصح، لأنه تجوز الإجارة عند الكافر للعمل في الذمة، فقد أجر علي نفسه عند يهودي وهو حر، فالقن كذلك. إذن يجب أن نفرق بين أمرين، بين كون العبد عند الكافر المسلم عند الكافر للخدمة أي مطلقا فهذا ممنوع، وأما لعمل معين في الذمة كما سبق في عقد الإجارة فإنه يصح. هذا هو التفصيل في هذه المسألة، وهو الذي تظهر به القواعد. نعم. وصيدا ونحوه لمحرم. نعم، قال ولا يصح إعارة الصيد لمحرم. إعارة الصيد هو أن شخصا حلالا يصطاد صيدا، وهذا الصيد يصطاده من غير ذبح له، لا يذبح الصيد وإنما يصطاده بشبكة ونحوها، فيعيرها لمحرم يجعلها تحت يده، هذا معنى إعارتها له. يقول لا يصح، لأن المحرم لا يمكن أن ينتفع بهذه العين إلا بمحرم، فحينئذ لا يصح إعارتها له. وينبني على ذلك أن هذه العين إذا تلفت في يد المحرم، سواء كانت بإتلاف منه أو بتلف طارئ يعني من غيره، فإنه يضمنها ضماني، يضمنها ضمان لمالكها، لمالك الصيد الذي حازه، ويضمن الجزاء وهو الكفارة، فعليه ضمانان وليس ضمانا واحدا، لأن يده عليها ليست يد أمانة، وإنما يده عليها يد ممنوع التصرف، فهو ممنوع من وضع يده على الصيد. إذن عرفنا أن الصيد لا يعار للمحرم، وعرفنا علته. قال المصنف ونحوه، أي ونحو الصيد مما يمنع المحرم من استعماله. ولذلك ذكر الضابط المرداوي في الإنصاف فقال إن كل ما يحرم على المحرم استعماله فإنه يحرم إعارته له، فيشمل ذلك الصيد، ويشمل ذلك آلة الصيد، ويشمل ذلك المخيط، ويشمل ذلك أيضا ما يجعل على غطاء للوجه للمرأة، وهكذا. والضابط كما ذكرت لكم ونقل صاحب الإنصاف أن كل ما حرم على المحرم استعماله حرم إعارته عليه، ومنع من إعارته له. وهذا معنى قوله ونحوه، أي ونحوه مما كان فيه نفع محرم لهذا الشخص. طيب، قبل أن ننتقل التي بعدها، لنعلم أن هذه الأمثلة التي أوردها المصنف هي أمثلة للنفع المحرم للعين، والنفع المحرم للعين إما أن يكون نفعا عارضا، وإما أن يكون نفعا ملازما. فالنفع العارض هو الذي ذكره هنا، والنفع الملازم مثل يعني الإعارة للأمور الممنوعة كالاستخدام
المحرم وهو المتعلق بباب سد الذرائع. نعم. وأمة شابة لغير امرأة أو محرم. نعم. قال ولا يصح كذلك عارة أمة شابة لغير امرأة أو محرم لتلك المرأة الشابة الأمة، لأن ذلك مظنة للوقوع في الحرام، والمظنة تنزل منزلة المئنة في كثير من الصور. وهل هذا المنع للتحريم أو للكراهة؟ وجهان عند المتأخرين، والذي حكم به جماعة وجزم به بعض المتأخرين أو جزم به جماعة أنه محرم وليس بمكروه، لأن قاعدة المذهب في سد الذرائع إذا قويت الذريعة فإنه يؤدي إلى التحريم. نعم. ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط. نعم. بدأ المصنف في هذه الجملة يتكلم عن مسألة أخرى غير المسائل السابقة، فهنا بدأ يتكلم المصنف عن ما يتعلق بالرجوع عن العارية. لابد أن نذكر مقدمة، هذه المقدمة تفهم بها هذه المسألة التي ستأتي. مر معنا أن عقد العارية عقد جائز وليس بلازم، أي يجوز لكل واحد من المتعاقدين أن يرجع فيه متى شاء لأنه عقد جائز. استثني من ذلك صورة واحدة، قالوا هذه الصورة إذا كان المستعير يتضرر بالرجوع في عقد الإعارة، فإن كان يتضرر فحينئذ يكون عقد العارية لازما إلى حين ارتفاع الضرر. وانظر لهذا القيد، عقد العارية يصبح لازما إلى حين ارتفاع الضرر، فإذا ارتفع الضرر رجع إلى كونه جائزا. مثال ذلك، من استعار من آخر سفينة ليسافر فيها في البحر، فلما وصل إلى في وسط البحر قال رجعت في إعارتي. نقول صعب أنك تأخذ الرجل وترميه، أو تقول أعطني أجرة لرجوعك، فلا ليس لك إخراجه من العين وليس لك أخذ الأجرة منه في هذه السفينة حتى يرجع إلى البر، ويمكن رد العين. الأمر الثاني أيضا، قالوا لو أن رجلا استعار من آخر أرضا ثم إنه في هذه الأرض جعل فيها زرعا، فيقولون إنه حينئذ ليس له الرجوع في مسألة الزرع أيضا. لو أن رجل، طبعا هنا سيأتي استثناء أخشى إن شاء الله ما أنسى، أيضا لو أن رجلا استعار من آخر أرضا ليدفن فيها ميتا، قال استعرتها منك وادفن فيها الميت، فإذا دفن الميت ليس له أن يخرج الميت حتى ينتفي الضرر، وانتفاء الضرر يكون قلنا في السفينة انتفاء الضرر بالرجوع والرسو، وانتفاء الضرر في دفن الميت بأن يبلى، فإذا بلي الميت حينئذ جاز له أن ينتفع بالأرض وترجع الأرض لمالكها الأول فيبني بها أو يبني عليها ويزرع ويفعل بها ما شاء. والبلا متى يكون؟ لأهل العلم في المذاهب كلها خلاف، فبعضهم يقول 50 سنة، بعضهم يقول 60، وغير ذلك من السنوات، وبني على متى يبلى الميت الكثير من الأحكام، الكثير من الأحكام. ومنها المسألة التي مرت معنا في الجنائز كنتم تتذكرون، أنهم يقولون لا يجوز دفن اثنين في قبر واحد إلا أن يبلى الأول، فإذا لم يبلى فإنه لا يجوز دفن الثاني، مرت معنا أنه لا يجوز دفن اثنين في قبر واحد. طيب، من الأمثلة أيضا في ضرر المستعير ما أورده المصنف هنا، لو أن امرأ أعار جداره لجاره ليجعل عليه خشبة أو يجعل عليه السقف، سقف البيت، فنقول يجوز له الرجوع قبل التضرر وهو قبل أن يضع الخشب. فإن تضرر، وتضرره في حالتين، بأن لا يمكن وضع خشب السقف إلا على جدارك فليس لك الرجوع، هذا واحد لعموم حديث أبي هريرة لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه على جداره، فيشمل الابتداء والاستدامة، ليس لك حق الرجوع فيه فهو لازم في الاستدامة. إذن الضرر من جهتين، الجهة الأولى باعتبار سقوط الجدار، فهنا لازم لك الابتداء ولازم عليك الاستدامة. الضرر الثاني أن يكون قد وضع الجدار أو قد وضع الخشب وقد لا يكون عليه ضرر لكنه بنى عليه، تعرف إذا وضعت السقف بنيت عليه، فليس للجار أن يرجع في عاريته إلا أن تنتهي المنفعة بسقوط الجدار مثلا أو بسقوط السقف أو برفع الخشب، فحينئذ ينتهي.
إذن ملخص السابق أنه لا يجوز الرجوع في العارية إذا كان فيها ضرر، والأصل الجواز، أنه يجوز الرجوع فيها مطلقا لأنها عقد جائز، ومثلت لكم بأربعة أمثلة. كل هذه الأمثلة الأربعة لا يجوز له الرجوع، بل يلزم الإتمام لحين انتهاء الضرر وانتفائه، هذه الجهة الأولى. الأمر الثاني أنه ليس له الزرع، ليس له أجرة إذا رجع، إلا في الزرع فقط اللي ذكرنا المثال أن يكون أعار أرضا لزرع، فإنه حينئذ يكون له أجرة الزرع، فله حق الأجرة فقط، استثنوا الزرع هي التي له الأجرة. لكن الدفن، لو أعار أرضا للدفن لا أجرة، لو أعار سفينة، لو أعار جدارا، وهكذا. طيب، إذا فهمت هذا المتقدم تفهم الجملة التي أوردها المصنف، إذ لو لم تعرف ما بنيت عليه من حيث اللزوم والجواز والتفصيل ذكرها أهل العلم بأنه لا يجوز الرجوع إذا كان هناك ضرر، لن تفهم الجملة التي بعده. يقول الشيخ: ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط. هذه الجملة نستفيد منها أمور. أمر الأول أن من أعار لغيره حائطا فإنه ليس له الرجوع حتى يسقط، لأنه فيه ضرر على جاره، وينتفي الضرر بالسقوط، والسقوط إما أن يكون للجدار أو للسقف، فلا ينتفي الضرر على الجار إلا بذلك. هذا واحد. الأمر الثاني أنه إذا رجع فليست له أجرة، وكذلك من رجع في الإعارة للدفن أو رجع في الإعارة في السفينة فليست له أجرة، وهكذا، إلا لمن أعار لزرع ثم رجع فله أجرة. طيب، يقول الشيخ: ولا أجرة لمن أعار حائطا، سواء كان ابتداء واجب عليه لضرورة جاره لوضع الخشب، أو ابتداء ليس بواجب وإنما باختيار منه. وإذا أعاره لجاره فإنما يعيره لأجل وضع الخشب عليه. طيب، ثم إذا وضع الخشب وبنى على الخشب أو كان محتاج له فليس له الرجوع، ليس له الرجوع. فقال: ولا أجرة له إذا أعاره ثم رجع. يجب أن تقول ثم رجع، لأنه لو كان قد أعاره وسكت ولم يرجع فأصلا عقد عارية لا إجارة فيها، فمحل هذه المسألة إذا رجع عن العارية. ولذلك لا بد من التقدير في هذه الجملة، الجملة هذه ناقصة من غير تقدير، لا تستطيع أن تفهمها إلا بالتقدير. ويبدو أن اختصار المصنف رحمه الله تعالى لهذه الجملة كان مخلا بعض الشيء، إذ تحتاج إلى تقدير، فتقول: ولا أجرة لمن أعار حائطا ثم رجع، يجب أن تقول ثم رجع في عاريته حتى يسقط. ربما هو لم يذكر هذا القيد لأنه أصلا لا أجرة له، سواء رجع أو لم يرجع لكن جعله بانتهاء الغاية حتى يسقط يدلنا على أن العبرة بما ذكرت لك قبل قليل، وهي أنها عند الرجوع. طيب، ثم قال الشيخ: ولا يرد إن سقط إلا بإذنه. إيش معنى هذه الجملة؟ يقول الشيخ: إن من أعار لغيره حائطا ليضع عليه خشبة، وقلنا إنه لازم في الاستدامة لوجود الضرر، فإذا سقط الخشب، هنا إذا سقط الخشب هل يلزمه رده، هل يرده من غير إذن أم لا؟ يقول الشيخ: لا يرد الخشب إذا سقط عن الحائط إلا بإذن صاحب الحائط. هذا هو الأصل، لأن سقوط الخشب أو السقف معناه انتهاء العقد الأول، عقد الإعارة، ووضعه له مرة أخرى بمثابة عقد ثان. طيب، هذا كلامه. يقول الشيخ: إلا بإذنه، بإذنه لابد أنه يأذن له بالرجوع فيكون مثابة عقد جديد، عقد إعارة جديد، لأنه قد يقول: أريد أن أؤجرك بدل من أن أعطيك إياه مجانا، أريده بأجرة، فيكون عقدا مختلفا. إذن المستثنى صورة واحدة وهي الإذن إذا أذن له، وهي حقيقة ليست استثناء، وإنما هي بمثابة يعني إنشاء عقد جديد، إن شئت أن تقول ذلك. لكن نقول الاستثناء الحقيقي إنما هو لصورتين. الصورة الأولى نقول: إذا وجدت الضرورة، أي ضرورة البناء، ولا يمكن بناء السقف إلا بوضع الخشب على الحائط، فإن الحديث فيها صريح ومر معنا في كتاب الصلح: لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه على جداره. فهذه مستثنى، ولو لم يأذن الجار فإنه إذا سقط الخشب يضعه مرة أخرى صاحب الخشب، طبعا المراد بالخشب خشب التسقيف
القيد الثاني أو الصورة الثانية المستثناة ذكرها بعض المتأخرين وهو بن نصر الله، قال إنه إذا لم يوجد ما يمنع من عرف أو ما يدل عليه من تلفظ العاقد فالأصل الجواز، لأن عندنا استدامة الإذن الأول ولم يقل رجعته ولم يقل شيء، فالأصل أنه إذا أسقطه يجوز له رده مرة أخرى، فهو من باب الاستصحاب للإذن السابق، وهذا من باب استصحاب الأحكام الصادرة من الآدميين كاستصحاب الإذن واستصحاب المنع وغير ذلك من صور الاستصحاب. على العموم هذه مسألة يعني سهلة أو دقيقة عفوا، المهم فيها أن تعرف أصل هذه المسألة، وهي مسألة الرجوع في العارية أنه يجوز إلا إذا وجد الضرر، فلا يجوز الرجوع ولا أجرة له إلا في حالة واحدة وهي الزرع. نعم. وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت. نعم، هذه المسألة من المسائل المهمة جدا في مسألة باب العارية، وهو مسألة ضمان العارية. مر معنا دائما وأنا أكرر هذا، أن اليد على العين ثلاثة أنواع، إما أن تكون يد ملك للمالك للعين فهذا يجوز له التصرف في العين بما شاء كيف ما شاء إلا فيما حرمه الله عز وجل ومنع منه. الأمر الثاني أو اليد الثانية هي ما تسمى بيد الأمانة، كالمستأجر ومثل الوديعة ومثل كثير من العقود يده يد أمانة، ويد الأمانة ما حكمها؟ لا يضمن تلفها إلا إذا كان بتعد منه أو تفريط. النوع الثالث من الأيدي تسمى يد الضمان، ويد الضمان حكمها أن من كانت يده يد ضمان إذا تلفت العين فإنه يضمن سواء كان تلفها منه أو من غيره، وسواء كان بتعد وتفريط أو بدون تعد ولا تفريط، فهو يضمن مطلقا، وهذا تسمى يد الضمان. إذن عندنا الأيدي ثلاث. طيب، النوع الثالث وهو الضمان، العلماء يقولون يد الضمان تنقسم إلى قسمين: ضمان بالعقد وهي العارية، وضمان بالفعل وهو الغصب الذي سيأتي بعده، ولذلك جعل الغصب بعد العارية لأن اليد في العارية على مشهور المذهب وهي من المفردات أنها يد ضمان، ثم أوتي بالغصب بعده لأن اليد عليها يد ضمان، لكن سبب الضمان هنا عقد وهنا سبب الضمان إنما هو تصرف وفعل. طيب، إذن أريدك أن تعلم أن المذهب أن اليد المستعير على العين المعارة يد ضمان. ما الدليل؟ قالوا لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفوان: بل عارية مضمونة. قوله مضمونة يقولون إن هذا وصف للعارية وليس شرطا فيها، فهو وصف بمعنى أن كل عارية تكون مضمونة إذا تلفت سواء بتفريط أو بدون تفريط، فقال هنا نعمل الحديث ونعمل به، ولكن نقول إن هذا الحديث الوصف هنا أو القيد وصف للعقد وليس شرطا فيه، لأنه عندهم سيأتي بعد قليل لا يصح شرط الضمان في عقود الأمانات ولا يصح شرط نفي الضمان في عقود الضمانات. سيأتي بعد جملة أو جملتين بعد ما ننتهي من هذه الجملة المهمة، لأنها من أهم جمل أو مسائل باب العارية هذه المسألة، وهي مفردات. إذا قلنا مفردات يعني أن مشهور مذهب أحمد خالف المشهور عند الأئمة الثلاثة الباقين. إذن عرفنا أن العارية عندهم مضمونة بالعقد لا بالتعدي والتصرف كالغصب، وأن الدليل عليه الحديث الذي ذكرت لكم أنها عارية مضمونة. طيب، عندنا هنا يعني مسألة أو مسألتان أريد بيانهما. المسألة الأولى أن المصنف قال تضمن العارية بقيمتها يوم تلفها. قوله تضمن بقيمتها أي إذا تلفت، وأما إذا كانت باقية فيلزم رد العين. وقوله بقيمتها يدلنا على أنه طبعا أخ أو أن نقولها قوله بقيمتها ليس المراد أنها تضمن بالقيمة فقط، بل إن كانت مثلية فبمثلها، وإن لم تكن مثلية فإنه حينئذ تضمن بالقيمة يوم التلف، تضمن بالقيمة يوم التلف. فقوله بقيمتها ليس على سبيل الجزم والحصر أنها لا تضمن إلا بالقيمة، بل نقول تضمن بالقيمة أو بالمثل إن كان لها مثل. فالمؤلف إنما اختصر فلا مفهوم هنا لهذه الجملة، فنقول لا تضمن بالمثل بل تضمن بالمثل. طيب،
قول المصنف يوم تلفها يعني أنه ينظر للقيمة يوم التلف ولا ننظر للتقييم وقت القبض، لأن الأصل أن العين المعارة يجب رد عينها، فالذي في الذمة هو عين هذه العين المعارة وهي العارية، عين العارية. ففي اليوم الذي تلفت فيه هذه العين أصبح المتعلق بالذمة هو بدلها وهو القيمة أو المثل، طبعا القيمة لأن المثل لا ينظر فيه القيمة، أصبح المتعلق بالذمة هو القيمة. وذلك قال بقيمتها يوم تلفها. إذن لماذا اختار التلف؟ لأنه لم تنشغل الذمة بالقيمة إلا عند التلف، ليس عند التعاقد ابتداء كالبيع، فإن البيع انشغلت الذمة بالقيمة من حين العقد. طيب قلت لكم قبل قليل أن العارية تضمن مطلقا سواء كان بتفريط أو بدون تفريط من فعل المستعير أو من غير فعل منه، دائما تضمن إلا في 5 حالات. هذه الحالات 5 يسقط فيها الضمان، وقد ذكر المصنف بعد قليل بعضا من هذه 5، لكن نجملها إجمالا هنا، فإنه من المناسب أن تعرف الحكم الكلي ثم استثناءاته، ثم سيأتي بعض الاستثناءات، لأن المصنف إنما أورد استثنائين أظن فقط من الاستثناءات الباقية من 5، لكن نأخذها كاملة. متى تكون العارية غير مضمونة؟ قالوا الحالة الأولى إذا كانت غير مقبوضة، فما لم تقبض العين المعارة فإنها لا تكون مضمونة، كأن تكون عند طرف ثالث فلا يقبضها المستعير. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان المستعير قد استعارها من مستأجر، رجل استأجر من آخر عينا ثم أعار هذه العين المؤجرة إلى ثالث فتلفت، فنقول لا تضمن، لأن أصل العين من المستعير من المستأجر إلى المالك هي عين لا ضمان فيها، وإنما هي يده يد أمانة عليها، فحينئذ نقول باعتبار أصلها ننظر لاعتبار الأصل فتكون اليد عليه يد أمانة فلا ضمان عليها. هذه هي الحالة الثانية التي لا ضمان فيها. الحالة الثالثة عبر عنها الشيخ عثمان في حاشيته، قال إذا كانت العين المعارة موقوفة على غير معين، وهذا الضابط لم أقف عليه بهذا القيد إلا عند عثمان في حاشيته على المنتهى. غيره يقول أمثلة ويذكر أمثلة، فيقول إذا كانت العين المعارة وقفا كالكتب أو المصاحف فإنها إذا تلفت بيد المنتفع بها فإنه لا يكون فيها الضمان، وهذا واضح، كثير من الناس يقرأ المصحف فتتقطع أجزاؤه أو الكتب في المكتبات العامة تتقطع أجزاؤه. والحقيقة أن الضابط الذي أتى به عثمان دقيق جدا وفي مكانه، فكل ما كان الوقف وقفا عاما فإنه لا ضمان باستخدامه، مثل المساجد، مثل هذا الفرش الذي نمشي عليه في المسجد، هذا منفع عام، وقف عام وليس وقفا خاصا، فحينئذ نقول لا ضمان على من انتفع به بإعارة. طبعا نحن لا نستفيد به بعارية، وإنما الكتب هي التي تعار، يعني ربما لو تفكر ستجد بعض الأشياء الموقوف وقفا عاما قد يكون فيها إعارة، لكن ما في ذهن الآن إلا الوقف ربما للكتب والمصاحف ربما. الأمر الرابع أظن الأمر الرابع من ما لا يضمن من العارية، قالوا ما تلف بالاستعمال المعروف، ما تلف بالاستعمال المعروف أي الذي جرى به العرف فيما أعيرت له. إذن لا بد من هذين القيدين، القيد الأول أن يكون تلف بالاستعمال المعروف أي المعتاد ليس المبالغ فيه، والأمر الثاني أن يكون الاستعمال فيما أعيرت له، وهذا واضح جدا. هم قديما كانوا يمثلون بالخمل، الخمل اللي هي أطراف الثياب، فيقولون خمل المناشف وخمل الغتر التي نلبسها مع الاستعمال قد تهترئ، هذا استعمال معروف فيعفى عن ضمانه. في وقتنا الآن السيارات إذا أعرتها، سيارتك أعرتها لشخص آخر قد يتلف بعض أجزائها مثل الكفرات مع المشي،
ما لم يكن استعمالا غير معروف مثل الذي يفحط، لا شك أنه هذا ليس معروفا أو حمل أكثر من المطلوب فيما أعيرت له، إذا كان أعارها لنوع معين من الانتفاع فاستخدمها فيه، لو انتفع بها في غير ذلك فلا. طيب، هذه أربع. الأمر الأخير، قالوا من حمل منقطعا لله عز وجل، مثل يعني في سبيل الله عز وجل، فإنهم يقولون لا يضمن بتلف الخيل التي تحته أو الإبل التي ذهبت، أو مثلا يعني إما لجهاد أو في سبيل الله عز وجل، مثل فقير أعطاه ينتفع بها لمنفعة معينة، فإنها حينئذ إذا تلفت لا يضمنها. طيب، إذا عرفت ذلك عرفت أهم المسائل أو زبدة المسائل في قضية ضمان العارية، وأنا قد أكون قد أطلت فيها بعض الشيء لأنها مفردات المذهب ولا توجد عند غيرهم، وهذه الاستثناءات مهمة لتعرف ضبط هذه المسألة. تفضل الشيخ. قال رحمه الله: ولو شرط نفي ضمانها. نعم. وعليهم أن تردها للمؤجرة. نعم، يقول الشيخ: ولو شرط نفي ضمانها. هذه المسألة التي أشرت لها قبل قليل، وهو أن العقود التي تكون عقود ضمان وهي العارية، إذا اشترط نفي الضمان قال سأستعير منك العين ولا ضمان، يقولون هذا الشرط لاغي، لأن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد، إذ من مقتضيات العقد ونتائجه أن يكون هناك الضمان للعين، فإذا اشترط نفي هذا الضمان فإن شرطه باطل. قالوا: والعكس بالعكس كذلك، فلو كان العقد يقتضي أن تكون اليد على العين يد أمانة ثم اشترط الضمان فنقول الشرط باطل، مثل من يشترط الضمان في العين المؤجرة مثلا فيقول إن العقد باطل، فلا بد أن يكون، فإن يده يد عليها ضمان وليست اليد عليها يد، فإن اليد عليها يد أمانة وليست اليد عليها يد ضمان. وهذا معنى قوله ولو شرط نفي ضمانها، لأن من اشترط نفي الضمان فقد اشترط شرطا مخالفا لمقتضى العقد، والشروط التي تخالف مقتضى العقد تبطل مع صحة العقد. نعم. وعليه مؤنة ردها للمؤجرة. نعم، قال: وعليه مؤنة ردها، أي يجب عليه أن يرد العين، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، كما في عند أهل السنن. فقوله حتى تؤديه يدلنا على حكمين: الحكم الأول أنه عليها رد العين وإن هلكت فعليه الضمان، وهو الحكم الأول الذي تقدم، ونستفيد منها أيضا حكما آخر، وهو أنه يجب عليه رد العين وتلزمه مؤنة الرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بردها على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فألزم بالتأدية ومؤنة الرد تابعة له. قال: إلا المؤجرة، أي أن العين إذا كانت عينا مؤجرة فلا يلزم مؤنة الرد، ففرقوا بين العين المؤجرة والعين المعارة. وهذه المسألة هي التي يسميها العلماء بخبايا الزوايا، أن تذكر المسألة في غير مظنتها، فقد يقول شخص: أين أجد أن العين المؤجرة لا تلزم مؤنة الرد؟ نقول: لا تجدها هناك في كتاب الزاد، لا تجدها هناك في كتاب الإجارة، وإنما ستجدها في كتاب العارية. صورة ذلك: رو أن رجلا استأجر من آخر سيارة ليستخدمها، واتفقا أنها من الرياض إلى جدة، فلما وصل إلى جدة قال: انتهى عقد الإجارة، قال: أرجع سيارتي. نقول: لا يلزم عليها مؤنة الرد، ما تلزم مؤنة الرد، لأن العبرة بأن اتفقت أنني سأسلمها لك في المكان الفلاني. لكن لو قال: سأستلمها في الرياض وأردها في الرياض ثم أوصلها إلى جدة، فهنا عليه مؤنة الرد. وهذا واضح في شركات تأجير السيارات، دائما إما أن يكون اتفاق سابقا، وإن لم يكن سابقا فعليك مؤنة الرد بعد ذلك. نعم. ولا يعيرها. نعم، يقول: ولا يعيرها، معنى ذلك أن المستعير يجوز له أن ينتفع بالعين المعارة بأي صفة شاء، كالمستأجر وغيره، يجوز له أن ينتفع بها بنفسه، ويجوز أن ينتفع بها بغيره، لكنه يمنع من أمرين: لا يصح له أن ينتفع بها بإعارتها لغيره، ولا ينتفع بها بتأجيرها بمال لغيره.
إذن العين المعارة يجوز استيفاء المنفعة بنفسه أو بغيره، لكن لا يجوز إعارتها ولا يجوز تأجيرها. هذا مبني على قولنا السابق أن العارية هل هي إباحة أم أنها هبة منافع. حينما قلنا إنها إباحة للمنفعة فالإباحة مقيدة، وأما لو قلنا إنها هبة فهي ملك للمنفعة من كل وجه، فيجوز انتفاع بها بكل وجه. طبعا الدليل على أنه لا يجوز يعني الإعارة، قالوا لأنه الإعارة موازية الإعارة الأولى، لأن الإعارة الأولى فيها معنى التبرع. أولا المعير لما بذل العين المعارة للمستعير فإنه في معنى التبرع، والأصل أن التبرع ليس على المؤمن فيه ضرر ولا ضير، فلما كان هذا المستعير سوف يعيرها لغيره أو يؤجرها لغيره فالضرر بين وظاهر بأن تكون على مالك العين، ولذلك منع من ذلك لأجل دفع الضرر. نعم. فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها. نعم، هذا يقول إن خالف هذا المستعير وأعارها لشخص ثاني أو أعارها لشخص ثاني بإذن صاحب العين ثم تلفت، أي تلفت العين عند الثاني أي المستعير الثاني، قال استقرت عليه قيمتها، أي استقرت على الثاني قيمتها، فعليه أن يدفع قيمتها للمستعير لمالك العين. طبعا هذا إذا كان عالما بأن العين معارة، وأما إن لم يكن عالما بالعين بأنها معارة فإن كل واحد منهم يرجع على الثاني. وعلى معيرها أجرتها. نعم، قال لو أن معير عين أجرها أو أعارها لغيره فإن هذا الفعل منه تعدي، فيجعل يده يد ضمان بسبب الغصب وهو التعدي لا بسبب العقد. والفرق بين الضمان بسبب العقد والضمان بسبب الغصب وهو التصرف أن الضمان بسبب العقد يوجب البدل عند التلف، وأما الضمان بسبب التصرف فإنه يوجب البدل والأجرة كما سيأتينا بعد قليل إن شاء الله. وذلك لما تعدى وأعارها بثان فهو متعدي، فيلزمه حينئذ أجرة هذه المدة التي أعار فيها، لأن هذا من ضمان المنافع فالأجرة من ضمان المنفعة. نعم. ويضمن أيهما شاء. نعم، يعني يقول يجوز لمالك العين أن يضمن أيهما شاء من المتعاقدين ويرجع أحدهما على الثاني، طبعا ويرجع الثاني على الأول. وإن أركب منقطع للثواب لم يضمن. نعم، هذه المسألة ذكرناها قبل قليل وهي من المستثنيات، فالمصنف إنما أورد من المستثنيات الخمس التي أوردها فقهاؤنا هذه الصورة، وهو إذا أركب منقطعا للثواب أي منقطعا لله عز وجل لم يضمن، أي إذا تلفت الدابة التي ركبها. وقوله منقطعا يشمل الانقطاع لله عز وجل بالجهاد، والمنقطع له بطلب العلم، والمنقطع له في الحج، فإن الركوب على الحج في سبيل الله كما قال ابن عباس ومر معنا في كتاب الحج في كتاب الزكاة مر معنا في كتاب الزكاة. نعم. وإذا قال أجرتك. نعم، بدأ المصنف يذكر مسألة سهلة جدا وهي مسائل عند الاختلاف بين المعير والمستعار، أو بين المعير والمستعير، بين المعير والمستعير، وذكر المصنف خمس صور فيها خلاف بينهما. أول هذه الصور. نعم. وإذا قال أجرتك قال بل أعرتني. نعم، الصورة الأولى قال إذا قال أجرتك أي قال مالك العين أجرتك، وقال المستعير بل أعرتني، بناء على ذلك هل فيها أجرة أم لا؟ والأمر الثاني هل فيها ضمان أم لا؟ قال أو بالعكس بأن قال مالك العين أعرتك لكي يضمن العين إذا تلفت فهو مستفيد، وقال مالك وقال من بيده العين بل أجرتني لأنه لا يريد الضمان. قال عقب العقد، معنى قوله عقب العقد يقول المصنف إن هذه الاختلاف هل عقد عقد إجارة أو عقد وديعة له حالتان، إما أن يكون عقب العقد أو أن يكون بعد مضي مدة. قوله عقب العقد يعني عقب العقد مباشرة وقبل مضي مدة يثبت فيها أجرة. إذن قوله عقب العقد أي عقب العقد أي عقب التعاقد
وقبل مضي مدة. طبعا لو كان في مع وجود العين وهي حاضرة انفسخ العقد، لأنه حينئذ يكون إما عقدا جائزا أو فيه خيار المجلس، لكن كلام إذا خرج من مجلس التعاقد فهو عقب التعاقد وقبل مضي مدة تثبت فيها لها أجرة. يقول في هذه الحالة يقبل قول مدعي الإعارة، طبعا ولا يقبل قوله هنا إلا مع يمينه. لماذا؟ قالوا لأن العين لا يترتب عليها أي ضمان من حيث الأجرة، لا أو لا يترتب عليها أي معاوضة، لا نقول أي ضمان، ولا يترتب عليها أي معاوضة لأن لم تثبت أجرة بعد إلى الآن. والأصل عند العلماء عدم المعاوضة، فيكون القول قول من ادعى الإعارة مع يمينه. هذه الحالة الأولى. نعم. وبعد مضي مدة قول المالك في ماضيها بأجرة المثل. نعم، يقول الشيخ وبعد مضي مدة، قوله مدة ليست مدة الإجارة المتفق عليها لأن أحدهما ينكره، وإنما المراد بالمدة أي مدة يكون لها أجرة، فالساعة والساعتا ليس لها أجرة، وإنما المدة تختلف باختلاف العين المؤجرة. قالوا بعد مضي مدة يقبل قول المالكي مطلقا لكن مع يمينه لوجود التردد هنا. قال يقبل قول المالكي في ماضيها أي في المدة التي مضت، هل هي إجارة أم أنها عارية؟ لماذا؟ قالوا لأن الحق لما مضت مدة تعلق به مال الغير وهو ثبوت الأجرة، وحينئذ فالأصل قول مدعي الضمان وهو المالك. قوله بأجرة المثل أي لا بما ادعى أحدهما وإنما بأجرة المثل، لأنهما قد تفاسخا العقد، حينئذ يثبت بأجرة المثل لما مضى، وأما ما بقي من العقد فإن العين ترد لمالكها ولا تكون فيها إجارة. نعم. وإن قال عقتني أو قال أجرتني قال بل غصبتني، أو قال عقتك قال بل أجرتني والبهيمة تالفة، أو اختلف في الرد فقول المالك. نعم، الصورة الثالثة إذا اختلف فقال أحدهما قال المالك من بيده العين، من قال من بيده العين أعرتني أو قال أجرتني، وقال المالك بل غصبتني أي أخذتها مني على وجه الغصب. ذكر المصنف هنا أن القول قول المالك. لماذا هو قول المالك؟ لأن الأصل عدم التعاقد والغصب لا عقد فيه، بينما العارية والإجارة فيها ثبوت عقد والأصل النافي، فهو مستمسك بالأصل. وفي هذه الحالة إذا قال من بيده العين أعرتني أو قال أجرتني وقال المالك بل غصبتني، فإن له أجرة المثل على ما مضى من حين قبض العين. لماذا؟ لأنه قلنا القول قوله بأنه غاصب فله أجرة المثل، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل. الصورة الرابعة قال إذا قال أعرتك، أي قال المالك أعرتك، وقال من بيده العين بل أجرتني، قال والبهيمة تارفة فقول المالك. إذن القول قول المالك. لما؟ لأنه متعلق بالعين والعين فات محلها، واليد من الثاني ثابتة بعقد، فالقول قول المالك في اعتباره. وفي هذه الحال ليست له أجرة على ما مضى، وإنما عليه ضمان العين لأنه قال أعرتك، عليه الضمان. الحالة الخامسة والأخيرة قال أو اختلفا في الرد، فقال أحدهما فقال المالك العين لم ترد، وقال المستعير بل رددتها، قال فالقول قول المالك لأنه مستمسك بالنفي، إذ قد ثبت أن هذا المستعير قد حاز العين حيازة صحيحة ولم يثبت الرد، فحينئذ يكون المالك مستمسكا بالأصل، فتكون العين في ذمة المستعير فيلزمه ردها أو رد مثلها أو قيمة ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الغصب. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بباب الغصب، وهذا الباب أكرر دائما أنه من الأبواب المهمة، وكل من عني بباب القضاء لا بد أن يركز على هذا الباب، لأن العلماء عندما يتكلمون عن الضمان فإنما يتكلمون عن الضمان في موضعين: الضمان في الحقوق المالية فيتكلمون عنه هنا، والضمان المتعلق بأجزاء الآدمي يتكلمون عنه في الجنايات. إذن فالضمان يوزع إذا كان
ضمان آدمي ففي الجنايات، وإن كان ضمان متلفات فهنا. والعلماء في جميع المذاهب يعلمون دقة هذا الباب، حتى إن بعضا من الحنفية جمع كتاب سماه مجمع الضمانات، ضخم جدا، الطبعة القديمة في، أنا لا أدري كم الطبعة الجديدة، لكن عند الطبعة القديمة في أكثر من 700 أو 800 صفحة، ربما لو طبع هذا الصف الجديد ربما يصل لألوف الصفحات. فجمع فيه كثير من كلام أهل العلم في الضمان، وهذا يدلنا على أن الضمان من مسائله، من دقيق المسائل. وأتذكر أن أحد المشايخ لما كان يدرسنا هذا الباب كان يقول أصعب باب في المعاملات هو باب الضمان. لا تظنوا أن أصعب باب باب الربا، بل باب الربا سهل، أصعب باب فيه هو باب الضمان. باب الضمان ما الذي يتكلم عنه العلماء؟ يتكلمون عن أشياء، منها ما الذي يجب على الضامن، الأمر الثاني من الذي عليه الضمان في التصرفات والإتلافات، من الذي عليه الضمان، فقد يكون الضمان محتمل لأحد الشخصين، وهل يكون تصرفه هذا هدرا أم أن يكون فيه ضمان، وهكذا. والمسألة الثانية هي المهمة جدا لمن ولي الفصل بين الخصومات. قبل أن نبدأ في كلام المصنف أريد أن أذكر لكم مسألة، وهذه المسألة أتمنى أن تعنى بها، لأن هذه المسألة تحصر لك كل ما في هذا الباب من ما يلزم على الغاصب، كل ما يلزم على الغاصب فإنه يدخل في هذه الأمور. بعض أهل العلم أجملها في 5 وبعضهم فصلها في 8، سأذكرها لكم على سبيل التفصيل في 8 مسائل. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن الغاصب إذا غصب عينا فإنه يجب عليه 8 أشياء. أول هذه الأمور الثمانية، طبعا هذه الأمور الثمانية هي ما هي؟ الأحكام المترتبة على غصب عين. فمن غصب عين ما الذي يترتب عليها؟ 8 أحكام. أولها أنه يجب رد العين المغصوبة، فمن غصب عينا يجب عليه ردها. يستثنى من ذلك حالتان، الحالة الأولى إذا كانت العين تالفة فلا يلزم ردها لأنها غير موجودة، وإنما يلزم رد مثلها أو قيمتها، وسيأتينا إن شاء الله في الأمور سيأتي بعد قليل. الحالة الثانية قالوا إذا كانت العين مما لا قيمة لها ولا نفع مباح فيها، لا قيمة لها ولا نفع مباح فيها، ومثلوا لذلك قالوا كالخمر، فإن الخمر من أخذ أو غصب مال يعني خمرا من مسلم فلا يجوز له أن يردها له، بل يجب عليه أن يتلفها لأنها لا قيمة لها ولا منفعة مباحة. وكذلك أيضا من الأمثلة التي أوردوها قالوا جلد الميتة، وسيأتي التفصيل فيه، فإنهم يرون أن من غصب جلد ميتة لا يلزمه ردها بل يتلفها لأنها نجسة، والنجس لا منفعة فيه، وسيأتي التفصيل في جلد الميتة. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني قالوا إنه يجب رد نماء العين المتصل والمنفصل، المتصل مثل السمن، والمنفصل وطبعا مثل السمن وتعلم الصنعة ونظرة الوجه وهكذا، والمنفصل مثل الثمرة في البستان ومثل ربح التجارة، فإن من أخذ من غيره تجارة ثم ربحت بأن استثمر فيها بعمل فإن الربح كله يعود لمالك العين المغصوبة، كل الربح. ومن أمثلة ذلك أيضا من غصب من غيره شبكة صيد أو جارحا فاصطاد به، أي بالجارح أو بشبكة الصيد، فإن كل ما اصطيد بالجارح أو بالشبكة يكون ملكا لمالك الآلة، لأن هذا من نمائه فهو متعلق بالنماء المنفصل. إذن كل النماء المنفصل يكون تابعا للعين المغصوبة فيجب أن ترد لمالك العين. الأمر الثالث أنه يجب عليه مع ردها كامل مؤنة الرد، كامل مؤنة الرد. طبعا الكلام هنا إذا لزم الرد بأن كانت باقية، فإن كانت تالفة فلا شك أنه هذا تابع والتابع تابع. طيب مؤنة الرد ما هي؟ قالوا كل ما يتعلق بأجرة نقلها وأجرة حافظها. ولو فرضنا أن هذه العين المغصوبة كانت داخل صندوق
وهذا الصندوق لا يمكن أو لا يمكن إخراج هذه العين إلا بكسر الصندوق، فيجب كسر هذا الصندوق. بل لو كانت العين المغصوبة شاة صغيرة ثم دخلت دارا ثم كبرت في هذه الدار، ولا يمكن إخراج هذا العجل لنقول إنها بقرة إلا بهدم الجدار، فنقول يجب هدم الجدار ومؤنته عليك، ثم ارجعه مرة أخرى لصاحب الدار لأنك غاصب. إذن كل ما يتعلق بالمؤنة مؤنة الرد، فيجب على الغاصب ولو كانت أضعاف قيمة العين المغصوبة، وسيأتي أيضا في كلام المصنف. هذا الثالث. الأمر الرابع أنهم يقولون يجب التسوية للعين وإزالة الطوارئ عليها، كل ما طرأ عليها إذا طلب صاحب العين بإزالته فإنه يزال. من غصب أرضا وغرس فيها غرسا وطلب صاحب العين إزالته فيزال، غصب أرضا وبنى عليها جدار وبنى فيها دارا وطلب صاحب العين إزالته فيزال وجوبا. إذن كل ما كان من الطوارئ على العين فإنه يلزم إزالته وتسوية العين. استثنى من ذلك صورة واحدة سيفرد لها المصنف بحثا طويلا، وهو عند وجود الخلطة، وسنتكلم عنها إن شاء الله في كلام المصنف. هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس مما يجب على أو من الأحكام المتعلقة على الغاصب أن جميع تصرفاته باطلة بهذه العين، سواء كانت تصرفات متعلقة بالعبادة وهذه لا نتكلم عنها في هذا الباب، أو كانت التصرفات تصرفات عقدية كأن يكون باع العين، فنقول إذا باع العين فبيعه باطل، فكل تصرف بالعين ينقل الملكية فيها فإنه باطل، بيع هبة وهكذا كلها باطلة. هذا الأمر الخامس. الأمر السادس أنه يجب على الغاصب أجرة العين إذا كانت العين مما يؤجر، وأما إن لم تكن مما يؤجر كالنقد فلا تجب فيها أجرة. ومر معنا أن ما الذي يؤجر وما الذي لا يؤجر، الذي يؤجر هو ما يمكن استيفاء المنفعة مع بقاء الأجزاء وسائر الشروط التي تقدمت، فيجب عليه أجرة العين سواء انتفع بها أو لم ينتفع بها، يجب عليه الأجرة. الأمر السابع أننا نقول إذا نقصت الصفة في العين بأن وجد فيها عيب طارئ، جاءها عيب أو نحو ذلك، فنقول يلزم رد الأرش، وهو فرق ما بين المعيب والسليم. إذن نحن نقول هنا نقص ماذا؟ نقص الصفة، انتبه معي. أما نقص القيمة وهذا نجعله ماذا؟ السابع أو الثامن؟ السابع، الثامن، الثامن. أما نقص القيمة هو الثامن، فنقول إن له حالتين. الحالة الأولى أن يكون نقص القيمة بدون فعل من الشخص، لم يغير العين وإنما كان نقص القيمة باختلاف بسبب السعر السوق، فنقول لا ضمان في نقص قيمتها هنا لأن المسعر الله جل وعلا كما جاء في الحديث، غصب عينا ولم يغير فيها شيئا ونقص ثمنها، فنقول لا ضمان لهذا نقص القيمة هنا، وسيأتي أيضا في كلام المصنف. الحالة الثانية أن يكون نقص القيمة بسبب تغير في العين سواء بفعل منها أو بفعل غيره، فنقول هنا يجب عليه ضمان نقص القيمة. هذا الثامن. التاسع، إذن أصبحت تسعة، كنت أظنها ثمان، أصبحت تسعة أحكام. التاسع نقول إنه يجب على الغاصب ضمان المتلف من العين، وهذا الذي يسميه العلماء بنقص العين، فإن تلفت كلها لزمه ضمانها وهو القيمة، وإن تلف بعضها لزمه ضمان بعضها. غصب من غيره دابتين وتلفت إحداهما فيضمن إحداهما دون الأخرى وهكذا، أو صاعين فتلف أحد الصاعين لزمه ضمان أحد الصاعين، إذن يلزمه ضمان المتلف. طيب، استثني من ذلك صورة واحدة، قالوا إلا ما لا قيمة له
فإنه لا يضمن تلفه أو لا تضمن قيمته بالتلف، سواء كانت له منفعة أو ليست له منفعة. إن لم تكن له منفعة ما ذكرنا قبل خمر المسلم، وإن كانت له منفعة فلا ضمان كذلك، مثل خمر الذمي وخمر المخلل فإنه والكلب كذلك، فإنه لا يضمن بالتلف وإنما يلزم الرد فيه. إذا عرفت هذا التقسيم التساعي، إن صح التعبير بتسميته تساعي، لا أدري هل هو صحيح أم لا، يعني نسبة للتسعة، فإنه بإذن الله عز وجل تفهم هذا الباب تماما. يبقى عندنا الباب من الآن ما بعد التعريف ننزله على المسائل التسعة التي ذكرت لك، لا يخرج شيء مما ذكره الفقهاء بإذن الله عز وجل عن هذه الأمور التسعة، كل المسائل التي تريدها داخلة فيها. فتعرف المناط بأن لما عرفت القاعدة تعرف مناطها. ولماذا قلنا إنه يضمن هنا وهنا لا يضمن؟ بناء على هذه الأمور التسع. قال رحمه الله: هو الاستيناء على حق غيره قهرا بغير حق. نعم، بدأ المصنف يتكلم عن تعريف الغصب، قال: وهو أي الغصب الاستيلاء. قول المصنف الاستيلاء معناه أنه يستولي على عين بأن يتغلب عليها. وقوله الاستيلاء نستفيد منها عدد من الأحكام. الحكم الأول أن الاستيلاء لا يلزم منه النقل، فقد يكون الاستيلاء بمجرد وضع اليد من غير نقل للعين. فيقولون مثلا: إن من ركب سيارة غيره أو ركب على دابة غيره ولم ينقلها فإنه يكون غاصبا لها، لأنه ركب عليها بدون إذن صاحبه، فيكون بمثابة الغاصب. ركب بمعنى الركوب الذي يكون فيه القيادة، بأن يكون شغل السيارة ونحو ذلك. الأمر الثاني أنه لما عبر المصنف بالاستيلاء فإنه يشمل كل استيلاء، سواء كان المستولي مسلما أو غير مسلم، فكلاهما يسمى فعله غصبا. الأمر الثالث أن تعبير المصنف بالاستيلاء يدلنا على أن ضابط هذا الاستيلاء ضابط عرفي، فكل ما كان يسمى في العرف استيلاء فهو كذلك وإلا فلا. الأمر الأخير أن المصنف عندما عبر بالاستيلاء يدلنا على أن كل استيلاء، على أن كل أخذ للمال بغير وجه حق فإنه يكون غصبا، سواء كان على وجه المغالبة أم لا. نكمله إن شاء الله بعد الأذان. نعم، كنا قد وقفنا على أن الاستيلاء يشمل جميع التعدي على أموال الآخرين وحيازتها من غير وجه حق. وبناء على ذلك فإن العلماء لم يخصوا الغصب بما يقابل أخذ المال على وجه القهر، وهو الغصب المذكور في باب الحدود. فإن العلماء عندما يذكرون هناك السرقة يقولون: والسرقة غير الغصب، فالغصب لا قطع فيه. هناك الغصب أحد صور الغصب هنا، فالهنا الغصب هو الاستيلاء على المال بأي طريق ممنوع من غير وجه حق. فالسارق يده على العين المسروقة يد غاصب، وجاحد العارية يده على العين يد غصب، ومن تصرف في عين من غير إذن صاحبها، مثل ما تقدم معنا قبل قليل أن المستعير إذا أعار العين لغيره وهذا تصرف غير مأذون به فإن يده عليه تكون يد غصب. الملتقط للقطة إذا التقطها من غير قصد التعريف فإن يده عليها تكون يد غصب. من كان بيده أمانة ثم هذه الأمانة خان فيها بأن تصرف فيها في حق له فإن يده عليها تكون يد غصب. وهكذا صور الغصب كثيرة جدا، بالإمكان أن تعدها بالعشرات. فأنا أردت من هذا أن تعرف أن لا يذهب وهلك إلى أن المراد بباب الغصب هو أخذ المال على وجه المغالبة والقوة، وإنما المراد بالغصب هو الاستيلاء على مال الغير من غير وجه حق، فكل استيلاء من غير وجه حق فإنه يسمى غصبا. ثم قال الشيخ: هو الاستيلاء على حق. قوله الحق يشمل الحقوق سواء كانت للمال أو للاختصاص، فكل ما كان مقوما يمكن استحقاقه وثبوته للشخص، إما باعتباره مالا يملكه الشخص، إما لكونه مالا أو لكونه اختصاصا كالكلب، فإنه يجري عليه الغصب. فالكلب يغتصب، والكلب والمصحف يغصب كذلك لأنه باب الاختصاص، وهكذا سائر الاختصاصات. قال: على حق غيره، يدلنا على أن ما كان للشخص فإن يده عليه يد الملك، ولا يمكن أن يوصف الشخص بأنه قد غصب نفسه. وهكذا ما في معنى الملك، مثل يد الأب على مال ابنه، فإن يد الأب على مال ابنه هو شبه ملك، فلا يوصف الأب بأنه غاصب لمال ابنه. وقد مر معنا أن أو سيأتي معنا إن شاء الله أن الأب
إذا حاز شيئا ما لابن لا يكون مالكا له إلا بالنية، فلا بد من النية، وسيأتي إن شاء الله في باب الهبة. قال قهرا، كلمة قهرا هذه بعض أهل العلم هو الشمس الزركشي عليه رحمة الله قال إن هذه الكلمة لا فائدة منها لأنها زيادة في الحد، فقول المصنف الاستيلاء تغني عنها. وقال بعض المتأخرين وهو البرهان ابن مفلح في المبدع لا، بل إن كلام الزركشي فيه نظر. قال بغير حق، إذ لو كان المرء قد استولى على مال غيره بحق بأن يكون حاكما أخذ مال غيره من باب البيع في الفلس مثلا، أو من باب التصرف لماله كأن يكون محجورا عليه لسفه، أو أن الحاكم إذا كان الحاكم ممن يرى، وهو رواية ثلمة بن أحمد عليها العمل عندنا، أنه يجوز التعزير بالمال بالمصادرة وبنحو ذلك، فإنه حينئذ يكون استيلاؤه بحق، فهو يكون حينئذ جائزا، وهذا معنى قوله بغير حق. أما التصرف بحق وهو المأذون به فإنه يكون جائزا. نعم. من عقار ومنقول، قول المصنف من عقار أو منقول هذا من باب التأكيد إشارة لخلاف أبي حنيفة النعمان، فإن أبا حنيفة رحمة الله عليه لا يرى أن الغصب إلا أن يكون في المنقولات، وإذا قلت لكم أن المصنف عبر بالاستيلاء ليشمل المنقولة وغيره، أما أبو حنيفة فلا يرى الغصب إلا في المنقولات فقط، ولذلك فإنه لا غصب عنده في العقار. وأما الجمهور فيقولون أن الغصب في العقار قد جاء به النص، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضٍ، وهذا الظلم هو الغصب، فغصب الأرض يكون بمنع صاحبها من الوصول إليها، بإفسادها كتغريقها، بأي صور المنع وهي تختلف من اختلاف وقت لآخر. وإن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي ردهما. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الأمر الأول من الأحكام المتعلقة بالغصب، ونحن قلنا إنه يجب رد العين المغصوبة، أليس كذلك؟ قلنا إلا أن يكون الشيء مما لا نفع فيه مباح ولا قيمة له، وأما إن كانت لا قيمة له ولكن فيه منفعة فيجب رده. يقول الشيخ وإن غصب كلبا يقتنى، الكلب لا قيمة له لكن فيه منفعة، أو خمر ذمي، فإن خمر الذمي لا قيمة له ليس بمتقوم لكن فيه منفعة مأذون للذمي بالانتفاع به، ردهما فيلزم ردهما. إذن الذي لا يلزم رده هو ماذا؟ هو ما لا قيمة له ولا منفعة. قال ولا يرد جلد الميتة. إذن ما لا قيمة له ولا منفعة فلا يرد، مثل خمر المسلم، فإن خمر المسلم لا قيمة له ولا منفعة فلا يرد لأن الشارع لم يقر يده عليه، هذا من جهة. والمثال الثاني جلد الميتة. جلد الميتة مشهور المذهب أن من غصبه فإنه لا يرده، قالوا لأنه نجس، والأصل في النجاسات أنه ليس فيها منفعة مباحة، وإنما أذن بالانتفاع بنوعين من النجاسات فقط، جلد الميتة فيجوز الانتفاع بها بعد دبغها في اليابسات دون المائعات، والأمر الثاني في الدهن المتنجس لن نجس نجاسة عين، فيجوز الانتفاع به بالاستصباح في غير المسجد، وهذه مرت معنا في كتاب الطهارة. هنا قالوا إن هذا الاستثناء استثناء على خلاف الأصل، وأما الحكم فيرجع لأصله، هذا هو مشهور المذهب، فقال نرجع للأصل فاستثنيا لمنفعة مخصوصة فلا نطلق هذا الانتفاع، هذا هو مشهور المذهب. الرواية الثانية وهي التي ذهب لها جمع من المحققين، منهم العلامة علاء الدين المرداوي في تصحيح الفروع، ومنهم الشويكي في التوضيح، قالوا إنه ما دام قد أذن الشارع بالانتفاع بجلد الميتة المدبوغة في اليابسات فحينئذ يلزم رده لأن فيه منفعة معتبرة شرعا، وهذا القول قلت لكم صوبه صاحب التصحيح وهو المصحح، واستظهره واختاره الموضح. هنا فائدة، إذا قلنا المصحح عند الحنابلة فيعنون به من؟ المرداوي صاحب كتاب تصحيح الفروع، وإذا قالوا المنقح فيعنون به المرداوي كذلك لأن له كتابا باسم التنقيح المشبع، وإذا قالوا المرجح فيعنون أيضا المرداوي لأن له كتابا اسمه الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، وإذا قالوا الموضح فيعنون به الشويكي
لأن له كتابا اسمه التوضيح، بينما الموضح عند المالكية فيعنون به خليل بن إسحاق لأنه له كتابا اسمه التوضيح شرح مختصر من؟ ابن الحاجب، هو شرح مختصر ابن الحاجب. نعم، إذن فتوضيح هناك يختلف عن توضيح هذا. المحقق عند المالك الحنفية مثلا هو ابن الهمام، إذا قالوا قال المحقق، وهكذا يختلفون. طيب نرجع لمسألتنا. إذن هذه المسألة اختلف فيها المتأخرون على قولين، والحقيقة أن القياس كما قال منصور مع الذين قالوا إن جلد الميتة ترد لأن فيها منفعة معتبرة. طيب ثم قال الشيخ: وإتلاف الثلاثة هدر أو هدر، لماذا؟ نرجع للقاعدة قبل قليل، نحن قلنا إنه يلزم ضمان المتلفات، إلا أذكر رقم 9 انظر معك الذي قلنا قبل قليل، يلزم رد المتلف أو ما تلف من العين المغصوبة، يرد الضمان ضمانه إلا إذا كانت العين المغصوبة مما لا قيمة له، سواء كانت فيها منفعة معتبرة أو ليس فيها منفعة معتبرة. هذا هو قول المصنف: وإتلاف الثلاثة هدر، أي أنها ملغية المالية، فلما ألغى الشارع قيمتها من حيث المالية فلا عبرة ببدرها، وإنما رددنا جلد الميتة والكلب، وإنما رددنا خمر الذمي والكلب لأن فيهما منفعة مع بقاء العين، فلا ننظر لقيمتها في الضمان. نعم، وإن استولى على حر لم يضمنها. نعم، هذه أيضا متعلقة بالضمان، ضمان المتلف. يقول: إذا استولى على الحر سواء كان الحر صغيرا أو كبيرا، ثم بعد ذلك ترتب عليه تلف جسد الحر إما كله أو بعضه، قال لم يضمنه فلا ضمان فيه. هنا مقصود بالضمان أي أنه لا يلزمه أن يدفع قيمته، بل يجب على الغاصب القصاص أو الدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لهم إلا الدية لا أكثر من ذلك، فيجب عليه القصاص فيقتص من الغاصب، وهذا هو الأصل، ولا يجمع مع القصاص ضمان. وإن وجبت الدية فتجب الدية، لأن دية الحر ليس فيه ضمان، لو كان قنا ففيه الضمان، ولا يجمع مع الدية غيرها، وهذا معنى قوله ولم يضمنه. نعم، وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته. نعم، هذه متعلقة بالأمر أظن السادس ذكرنا قبل قليل، وهو قضية الأجرة، أجرة العين، فإن من غصب عينا فإنه يلزمه أجرتها، من غصب أرضا مدة سنة فيلزمه أجرتها، ومن غصب حرا فإنه تلزمه أجرته بقيدين. يقول الشيخ: وإن استعمله، يعني غصب حرا وأجبره على العمل، استعمله كرها أجبره على عمل معين فعليه أجرته، وذلك لأن هذه المنفعة التي انتفع بها الغاصب من الحر هي منفعة متقومة، فحينئذ يجب عليه أجرته فيها. قال: أو حبسه، يعني أنه حبسه بشتى صور الحبس، إما بالتقييد أو في جعله في مكان مغلق أو ما يسمى بالحبس المفتوح، بأن منعه من التصرف بنفسه. فقال: فعليه أجرته، أي أجرة العمل الأول وأجرة المدة التي حبسه فيها إن كان حبسه ولو لم يستعمله. ولكن من شرط الحبس أن يأخذ عليها أجرة، لها شرط واحد، وهو أن يكون الحبس لمدة لها أجرة، لأن بعض المدد لا أجرة فيها مثل الساعة والساعتين لا أجرة فيها. طيب، مفهوم هذه الجملة أنه إذا منعه من العمل من غير حبس ولم يستعمله، يعني لم يستعمله ومنعه من العمل، فقال: أنت ممنوع من العمل بالقوة، فهل تلزمه أجرة هذا العامل أم لا؟ مفهوم كلام المصنف هنا أنه لا أجرة له، لأنه لم يستعمله فلم ينتفع بمنفعته، ولم يحتبسه فليست أجرة زمن ولا أجرة مقدرة بعمل، فحينئذ ليس له أجرة المثل. هذا هو مشهور مذهب، وهو المعتمد عند المتأخرين. واختار صاحب الإنصاف وصوب القول بأن له أجرة المثل، قال: لأن المنع بمثابة الحبس، وهذا مضطرد على قاعدة التي أوردها شيخ الإسلام في السياسة الشرعية، أن الفقهاء إذا أطلقوا الحبس فيعنون به مطلق التعويق، سواء كان حبسا في مكان مغلق أو بقيد أو بمنع من التصرف، وكل تصرف يسمى حبسا. فكلام صاحب الإنصاف
يعني منطلق من أو يعني أو يندرج تحت القاعدة ذكرت لكم قبل قليل. نعم. ويلزمه رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه. نعم، هذه يتعلق بها مسألتان. المسألة الأولى رد النمائي أو ثلاث مسائل إن شئت، وهو رد العين المغصوبة إن كانت غير تارفة، ورد نمائها وهو زيادتها، ومؤنة الرد. هذه ثلاث أمور التي أوردناها في البداية، نبدأ بها جملة جملة. قال ويلزم رد المغصوب أي عين المغصوبة ما لم تكن تالفة، هذا الأمر الأول، أو كانت العين المغصوبة كجلد الميتة مما لا قيمة فيه ولا منفعة، أو بمثال لا خلاف فيه كأن يكون خمر مسلم، فيلزمه ردها. الدليل عليه أنه قد جاء عند أهل السنن من حديث السائب بن يزيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ عصا أخيه فليردها. إذن فيلزمه الرد ومؤنة الرد، لأن مؤنة الرد تابعة لها. قال بزيادتها أي بالزيادة المتصلة والمنفصلة، مثل الثمرة، مثل الولد، مثل كسب العبد، مثل ربح التجارة، وأمثلة كثيرة أوردها العلماء في محلها. قال وإن غريم أضعافه أي وإن كانت الزيادة أضعاف الأصل كربح التجارة التي استثمر بها المال، أو كانت مؤنة الرد أضعافه لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ من أخيه من أخذ عصا أخيه فليردها. والوسائل تأخذ حكم المقاصد، فلما لزم الرد لزمت وسيلته وهو مؤنة الرد. نعم. وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع وأرش نقصها وتسويتها والأجرة. نعم، يقول الشيخ وإن بنى الغاصب في الأرض فإنه يترتب عليه أربعة أحكام. وإن بنى أي الغاصب في الأرض أي في الأرض المغصوبة، أو غرس أي غرس شجرا لا زرعا، لأن الغرس فيه يتعلق به قلع، وأما الزرع فإنه حكما آخر لم يرده المصنف. قال لزمه، أورد أمورا أربع. هذه الأمور الأربع لماذا هي لازمة عليه؟ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال ليس لعرق ظالم حق. وقد ذكر ابن قرقول وقبل صاحب المشارق أن هذا الحديث جاءت الرواية به بلفظين، إما بالتنوين أو بالإضافة، ليس لعرق ظالم وهو الإضافة، أو بالتنوين ليس لعرق ظالم حق. فهذا يدلنا على أنه شامل، طبعا العرق الذي هو الأصل الذي يبنيه في الأرض، ويشمل ذلك البناء والغرس. قال لزمه القلع إذا طلبه صاحب الأرض، فيلزمه قلعه بالطلب، والقلع إما هو هدم البناء أو غرس أو قلع الشجر المغرس. قال ويلزمه أرش نقصها، هذه ذكرناها قبل ذلك، أن الأرض إذا بني فيها شيء ثم قلع أو غرس فيها شجر ثم قلع، فإنه يكون فيها نقص في القيمة، وهذا النقص في القيمة سببه أثر بفعل منه فيكون من أرش العيب. قال والتسوية، والمراد بالتسوية أي تسوية الأرض، وهذا ذكرناه في الأمر الرابع السابق وهو تسوية العين، فيجب تسوية الأرض وردها كما كانت بطلب صاحب الحق. قال والأجرة، والأجرة هي أجرة الأرض في المدة الماضية سواء كان قد انتفع بها أو لم ينتفع، لأن الضمان واجب على الغاصب للعين وللمنفعة، وضمان المنفعة يكون بالأجرة، وضمان المنفعة يكون بالأجرة. نعم. ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيدا فلمالكه. نعم، أيضا هذا تكلم المصنف هنا عن ما يتعلق بالنماء، فيقول الشيخ طبعا قبل الأجرة متى تثبت، كم مقدارها، كم تقدر الأجرة؟ تقدر الأجرة من حين بدء الغصب إلى حين تسليم العين لمالكها، كل هذه المدة يلزم بذل الأجرة فيها. يقول الشيخ بدأ يتكلم المصنف بعد ذلك عن ما يتعلق بالنماء المتعلق بالكسب، فقال ولو غصب جارحا يعني صقر أو كلب صيد ونحو ذلك، قال أو عبدا أو فرسا أو غير ذلك مما يصطاد به مثل الشبكة يصطاد بها مباشرة لا بعمل، قال فحصل بذلك صيد فإنه يكون لمالكه، لأن هذا الصيد إنما حصل بسبب الجارح أو بسبب العبد الذي اصطاد أو بسبب الفرس هي التي اصطاد هي التي عملت. قالوا بخلاف ما لو كان الغاصب قد غصب سكينا ثم قطع بهذه السكين شجرا مباحا أو ذبح بها صيدا، فإنه حينئذ لا يكون ما قطع بها وما ذبح يكون ملكا لمالك السكين، لأن الحقيقة إنما حاز هذا المباح بفعله
والآلة هنا ليست هي المباشرة، وإنما بفعله، هو الذي حرك وهو الذي قطع. بخلاف هذه الأمور السابقة فإن المباشر إنما هي أو إنما هو ما كان مغصوبا. نعم. وإن ضرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه ونجر الخشبة ونحوه، أو صار الحب زرع والبيضة فرخة والنوى غرس رده أرش نقصه ولا شيء للغاصب. نعم، هذه بعض الأمثلة التي أوردها المصنف فيما يتغير به صفة المغصوب. فقال المصنف إن هذه أمثلة يتغير بها صفة المغصوب بفعل من الغاصب، يترتب عليه أنه إذا ترتب عليه نقص في القيمة فإنه يضمنها، ويترتب عليه أيضا أنه إن ترتب عليها زيادة ونماء فليست للغاصب. إذا ترتب عليها حكمان، أن النقص في القيمة، وهذا ذكرناه في الرقم الثامن إن كنتم تذكرون، أن نقص القيمة إذا كان بسبب تغير في العين فإن الغاصب يضمنه، هذا هو مثاله. وأما إن زادت قيمتها فلا شيء للغاصب. يقول الشيخ وإن ضرب المصوغ، المراد بالمصوغ الذي هو الذهب والفضة إذا كان مصوغا على شيء شكل حلي أو نحوه، إذا ضربه عفوا أن الذهب والفضة إذا ضربه على شكل صواغ، فنقول هذا التغيير له حالتان، إما أن يكون التغيير مصاغا بمباح، مصاغا مباحا كأن يكون حليا للبس ونحوه، فحينئذ فإن ونقصت القيمة فإن حينئذ الغاصب يضمنه بالأكثر من قيمته أو بوزنه. وأما إذا كان قد غصبه وصنع به محرما فإنه حينئذ يضمنه بوزنه فقط. قال ونسج الغزل أي نسجه ثوبا، قال وقصر الثوب، هذه مسألة تقصير الثوب هم يعني يرون أنها من باب التغيير للثوب، وبعضهم يرى أنهم باب زيادة القيمة. قال أو صبغه بغصب، سنتكلم عن الصبغ إن شاء الله في الفصل الذي بعده. قال ونجر الخشبة بأن جعل الخشبة كرسيا أو طاولة أو بابا ونحوه، ونحو ذلك بأن تكون قد اشترى شاة فذبحها وشوى لحمها فبقي لحمها. قال أو صار الحب زرعا بأن زرعه ونبت. قال والبيضة فرخا يعني بعد أن رجنت عليها الداجة. قال والنوى غرسا جعله في الأرض فأصبح غرسا. قال رده أن يرد هذه العين المغصوبة إن بقيت، وأما إن لم تبقى فإنه يلزمه ضمانها. قال رده طبعا لأن هنا باقي منها شيء. وأرش نقصه، المراد بأرش نقصه هنا نقص القيمة لا نقص العين، لأن نقص العين سيذكره بعد قليل المصنف. قال ولا شيء للغاصب، بمعنى أنه إذا زادت قيمة العين المغصوبة بهذا التغيير فإنه لا شيء له، ليس له فرق القيمة وليس له أجرة العمل وليس له غير ذلك. نعم، نقف عند هذا، وبعد الصلاة بمشيئة الله عز وجل نكمل الدرس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.